أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إن ربنا لغفور شكور. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كتاب أنزلناه مبارك
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً